هذا اليوم يؤرخ لمرحلة جديدة في المديرية العامة للأمن الوطني من خلال زي نظامي جديد نتوخى منه عصرنة هذا الجهاز اللي يصنف ضمن الأجهزة الأمنية العالمية التي أصبحت تحتلها المديرية العامة الوطني بفضل التواجد السيد المدير العام الأمن الوطني الجديد على رأسها، وكذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث هذا الجهاز لجعله أداة فعالة خدماتية للمواطنين بتقديم جودة أمنية حديثة تستجيب للمواصفات الدولية.